ومقدار قلة هذا الخير والمعيار والميزان
في قلوب العباد هو هذا الرفق. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم وهو المحروم، من حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. والرفق عباد الله هو لين الجانب في القول والفعل، والأخذ بأيسر الأمور وترك العنف، وهو ضد العنف. الرفق ضد العنف. الرفق يزيل الأشياء والعنف يشينها، كما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق زين والعنف شين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما عرض عليه أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لما كان يحمل في قلبه من الرفق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأحلم الناس وأرحم الناس وألين الناس جانبا للمسلمين حتى ولغير المسلمين والله. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله، هذه الرحمة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في قلب العبد تجعله لين الجانب، حسن الطباع، جميل الأخلاق، يعرف اللين ويعرف الرفق ولا يعرف العنف ولا يعرف الشدة إلا في موضعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على هذا بإذن الله في موضعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق الناس، فكيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان رفقه بنسائه، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، كما أخبر النبي هو أمي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وليس أدل على ذلك من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأنها تحكي عن نفسها وكيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم معها في موقف لا يتصور فيه الرزق أبدا، رفقه أبدا أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الزعيم يخرج مع الجيش في مهمة للقتال، وتفقد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عقدا لها ما لا يساوي هذا العقد الذي فقدته عائشة بجوار المهمة التي خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه لينشرون دين الله عز وجل. ما يساوي هذا العقد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويبحث مع عائشة عن العقد، ويؤخر الجيش بأكمله لأجل عقد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وليس معهم ماء، وكانوا في الصحراء وليسوا على بئر ولا على شيء فيه ماء. فجاء الناس يشتكون لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما صنعت عائشة، فيذهب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى عائشة ويقول لها: ماذا صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس معه وليسوا هم على ماء وليس معهم ماء؟ تقول عائشة: فقال لي أبو بكر ما قال، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، وما منعني أن أتحرك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام ووضع رأسه على فخذه، فما تحركت رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قالت: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، أنزل الله عز وجل آية التيمم. فقام أسيد بن الفضيل رضي الله تبارك وتعالى عنه متعجبا يقول: ليس هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، تنزل آية التيمم خصيصا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه ماء وليس مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ماء. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فتيمم الناس، فلما حركت أو حركنا البعير الذي كنت أركبه وجدت العقد تحته. يا الله، أي بركة هذه نتجت عن الرفق؟ تنزل آيات التيمم ويتيمم الناس ويخفف الله تبارك.
ان تعرض لهذا الموقف ماذا كان سيصنع؟ انهاري هذا العرض. وماذا يساوي هذا العرض؟ واذا كان من اصحاب الاموال قال لها جئتك بألف عقد، جئتك بعقد من ماس او من الماض او من غير ذلك. اي والله، والله لو كان الواحد منا لفعل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الا الرفق في مثل هذه الامور، حتى انه لا يرفق بأبي هريرة صلى الله عليه وسلم لزوجته وينتظر ويدخل التخفيف وتنزل الرحمه من الله سبحانه وتعالى لاجل هذا الخلق. وماذا كان؟ وما الذي حصل؟ لا شيء، عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. ثم ان لقائل ان يقول هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لأنهم كانوا في الرخاء، أو لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحبها، أو لأن كذا وكذا وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون الموقف من أشد ما يكون مما يغيظ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يستعمل إلا الرفق. وتعرف هذا حينما تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في بيت لبعض نسائه، وهي عائشة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فغارت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فضربت الصحفة من يد الخادم وقعت على الأرض فانكسرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لطمها، ما ضربها، ما شتمها، ما قال لها كلمة تعال، وإنما انحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بأجزاء هذه الصحفة المنكسرة فجمعها، وجعل يجعل الطعام في هذه الصحفة يجمعه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ صحفة أخرى من عند عائشة وهو يقول غارت أمكم، غارت أمكم، فقط. وأخذ صحفة من عندها فأرسلها إلى زوجتي الأخرى التي أرسلت بالطعام، ولا شيء، لا شيء، لم يحدث شيء، ولم يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا أمام عينه. ربما الرجل منا تأخذه النخوة وتأخذه الرجولة ويقول كيف تصنع المرأة هذا؟ لكن اللين والرفق ما كان في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. وطالما استطاع الإنسان أن يستعمل الرفق فلا محيد له عنه، فإنه خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كنا القرشيون يعني يغلبون نساءهم، فجئنا إلى أقوام تغلبهم نساءهم وهم الأنصار، فتعلمت النساء القرشيات من الأنصاريات، فراجع عمر رضي الله تبارك وتعالى امرأته في شيء، كلمها في شيء، فراجعته فيه عمر، فرجعت فيه قال يعني فأخذني شيء في نفسي، وقلت ما هذا؟ فقالت أتكره أن أراجع ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعنه؟ فقال عمر كيف هذا؟ وذهب يتلمس الأخبار، فإذا الخبر صحيح، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. وتقول حفصة تخبر أباها لما ذهب إليها إن إحداهن لتهجر النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار إلى آخره، ربما لا تناديه باسمه، كما كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي رفق هذا؟ أي رفق الذي إذا نزل بأهل بيت فإنه خير، وإذا نزع من بينهم فإنه شيء وشر؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. طيب، كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، مع الصبيان، مع الصغار؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. يقول أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسني على فخذه ويجلس الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهم فإني أرحمهم. هكذا كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع الصغار. يقول جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، يعني صلاة الظهر،
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلي، إلى أهل بيتي، فخرجت معه، فمر على بعض الصبيان، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح خدي هؤلاء الصبيان بكفيه صبياً صبياً، واحداً واحداً، جعل يمسح خدي كل واحد من هؤلاء الصبيان واحداً واحداً، يقول جابر: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي أيضاً، والله لقد وجدت بردهما أو وجدت ريحهما كأن يده قد خرجت من جفنة عطار. سبحان الله، كأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملؤها المسك وملؤها طيبة. انظر كيف لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي الذي خرج معه. من مسح خدي هؤلاء الأطفال ونسي هذا الذي كان يمشي معه، رفيق صلى الله عليه وسلم يحب الرفق. انظر إلى رفقه مع أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع الخادم والمملوك، ومن لا حلة له من الضعفاء، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا في حاجة له، فيتلكع أنس كما يقولون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبر أن يمر على صبيان يلعبون في السوق. ماذا فعل؟ صبي مر على صبيان يلعبون في السوق، قال: فلعبت معه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذني من قفاي، فنظرت إليه فإذا هو يضحك. ثم يداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أنيس، هل ذهبت في الحاجة التي أرسلتك لها؟ موقف حرج. يقول أنس: نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. أنا ذاهب، يعني ما ذهبت لكني سأذهب. نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أرسلت ابنك في حاجة لك فتأخر عليك، ماذا كنت تصنع؟ حدث ولا حرج، ظن شرا ولا تسأل عن الخبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل إلا الرفق. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والحديث عند مسلم، يقول: 10 سنين ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء صنعته لما صنعته، أو قال لي هل كان كذا، لم يقل هذه ولا ذاك، ولا قال لشيء تركته لما تركته، أو هل كان كذا. سبحان الله، 10 سنين لم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. سبحان الله، هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم والمملوك، ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس ممن والله الله سبحانه وتعالى ولاية في عمل أو وظيفة أو مهنة، أو ربما كان في بيته يضرب أولاده، ليس ضرب تأديب وإنما ضرب تشف وانتقام. ربما ينتقم الإنسان منا بزعم أن هذا الولد ملكا له وأنه يتصرف فيه كيف يشاء. هذا أبو مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: كنت أؤدب غلاما لي مملوكا، عبدا يباع ويشترى، عبد قيمته مال. يقول: كنت أؤدب عبدا لي بالصوت يضربه، فإذا بصوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أنتبه إلى الصوت من شدة الغضب، فاقترب مني فقال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقيت الصوت من يدي وقلت: هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل لمسكت النار. في رواية أخرى: عبد المملوك يضربه، يؤدبه كما في بعض الروايات، يؤدبه لكنه اشتد عليه وتجاوز الحد في ضربه، تجاوز الحد في تأديبه، لو لم يفعل لنفحته النار. بعض الناس يستغل المنصب والجاه والمكانة التي هو فيها، فيظلم الناس بغير حق، ويتعدى ويستطيل على أعراض المسلمين وعلى حرماتهم بضرب أو بشتم أو بسب أو بترويع أو بغير ذلك، والله من ورائه محيط. اعلم أبا مسعود، يتذكر كل إنسان
منا هذه اللفظة وهو في هذه الحالة من الغضب والطيش. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام، لله أقدر على هؤلاء منهم على عباد الله سبحانه وتعالى، لله أقدر عليهم منهم على هؤلاء الذين يظلمونه بغير حق. كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الجاهل الذي لا يعرف الذي لم يتعلم؟ كيف كان رفقه معه صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم رفيقا شفيقا حنونا، لا يغلظ في القول ولا يعاتب بتعنيف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الأعرابي غلبته طباعه القاسية وغلبته فظاظة ما تعلمه من البادية، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في ناحية من المسجد فبال. أنا أريد أن تتمعن في هذا المثال، هذا الرجل يدخل المسجد فيبول في المسجد، فقال الصحابة ما يعني ما هذا، أقفف ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموه، لا تسلموه، لا تسلموه، يعني لا تقطعوا عليه مولته. وما كان يستحق أن يضرب بالصوت بل بالجريد والنعال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزلموه، لا تقطعوا عليه مولته، أمر يسير. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بني لإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، أو كما قال الأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بذنوب من ماء بدلو فأغلق على هذا البول، فطهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد وعلم أصحابه وأعطانا درسا إلى قيام الساعة، أن الرفق، أن الرفق تحل به معظم هذه الإشكالات ومعظم هذه الصور الخاطئة التي ربما يراها الإنسان. سبحان الله، أنا في مسجدي وفي كثير من المساجد أرى أطفالا ربما يخطئون، تعلو أصواتهم، والله رأيت رجلا من منذ أيام ينهر الأطفال بشكل اجلس ماذا تفعل، حتى فر الولد من المسجد هاربا من صياح هذا الرجل. وفي مسجد آخر والله الذي لا إله غيره لا أحكي عن أعجيب، رجل والله ما إن التفت من صلاته وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى على صوته وانتفخت رقبته وصاح بأعلى صوته في ولد طفل صبي كان يصيح في المسجد، هل أخذه فضمه إلى صدره وعلمه برفق الوليد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ هذا الرجل والله والله لا أدري كيف كان يصلي، ما إن فتن من صلاته حتى صار يشكو ويسب ويلعب هذا الولد حتى طرده من المسجد، وما ارتاح إلا أن يعني غاب هذا الولد عن وجهه. أي خلق هذا؟ وهذا الذي نتعلمه من الصلاة، وهذا الذي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسلموه، يعني لا تقطعوا عليه مولته، أي شيء هذا؟ ويدخل رجل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم، شاب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، لو جاءك رجل وقال لك هذا ماذا استفعل؟ ماذا استفعل؟ يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن هو يعلم أن الزنا حرام ويريد الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة وقد أمروا به ماذا تقول؟ هذا شيء محرم في كل الأديان والشرائع وهو شيء معلوم بالفطرة، ماذا تقول؟ هم به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم داوود أدنوا، فدنا هذا الشيء. فحاوره النبي صلى الله عليه وسلم بلين رفق، أتضرب منك؟ قال لا والله يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرضى. قال إذن والناس لا يرضونه لأمهاتك، أترضاه لأختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق لا أرضاه. قال والناس أيضا لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا، فدنا منه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه
على صدري وقال اللهم اغفر له، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكان الزنا ابغض شيء الى هذا الشاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حصن، اللهم طهر، اللهم حصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. وهذا دعاء لمن يشتكي من مثل هذه الامور ان يدعو به، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب. انظر كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم. معاويه بن الحكم السلمي يدخل في الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل من القوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وهو وقوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يرحمك الله. فتبعه الناس بابصارهم فقال واسك لهم اياه، ما لكم تنظرون الي هكذا؟ فجعلوا يضربون على افخاذهم. قال فلما صمتوني سكت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته والله والله ما رايت خيرا او احسن منه معلما ولا مؤدبا صلى الله عليه وسلم، والله ما كبرني ولا شتمني ولا ضربني، وانما قال ان هذه الصلاه لا يصدر فيها شيء من كلام الناس، انما هي للتسبيح للذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص وانتهى الأمر. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. تعلم الصحابي، تعلم، تعلم الناس، تعلموا. من كان يجدي العنف في مثل هذه المواقف؟ لا يجدي شيئا، والرفق أنفع منه. لما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه علمنا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق بجانبه. كيف كان رفقه مع أعدائه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ كيف كان ينفق مع الذين آذوه وطردوه وأغروا به سفهاءهم وجعلوا سماطين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدبوا قدميه؟ تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله يا رسول الله هل وجدت يوما من قومك أشد عليك من يوم أحد؟ قال والله لقد وجدت من قومك او لقيت من قومك ما لقيت، وما لقيت اشد من يوم العقبه حين عرضت نفسي على عبد يدي بن عبد كلال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طردوه واذوه بابي وامي صلى الله عليه وسلم فخرجت هائما على وجهي فلم استفق الا بقرن الثعالب، وقد امر الله عز وجل جبريل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال، ومعه ملك الجبال، ومعه ملك الجبال يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يطبق على الناس الجبلين. فيستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ويقول بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يرفق بهؤلاء الذين فعلوا به ما فعلوا. طيب يرفق بهؤلاء الذين حبسوه وحاصروه في شعر ابي طالب 3 سنين حتى اكلوا ورق الشجر ومصوا الحجاره، وكان صوت الصبيان يتضاغون من شده الجوع من وراء الهضاب والسهول. سبحان الله، لو واحد منا تعرض لمثل هذا هل كان يتحمل أن يرى هؤلاء القوم على مثل ما هم عليه من الجوع؟ ماذا كان يفعل؟ والله لتجفف. وقال أحسن، دعهم يذوقون ما أذاقون من كأسه، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب حينما أسلم ثمامة وكان سيد أهل اليمامة، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد فأسلم. ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد فأسلم وخرج على الناس يعلن إسلامه. فقبله طائفة من قريش يقولون له أصبوت؟ قال لا ما صبوت، ولكني أسلمت وصدقت، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عيشهم وقوتهم
من هذه الحنطة التي تأتيهم من اليمامة. فجاع قريش ومنع ثمامة عنهم الميرة يعني الطعام، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينشده الله والرحم، الرحم التي قطعوها في شعب أبي طالب 3 سنين، الرحم التي لم يعير لها أمرا ولا شيئا، وهم يسمعون الصبيان والنساء يتضخون من شدة الجوع وهم يأكلون أوراق الشجر ويمصون الحجارة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تشفى؟ هل أخذ بالشدة والعنف والانتقام والرغبة في إذلال القوم؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الرفق واللين، يكتب كتابا إلى ثمامة ويرسله مع أبي سفيان وهو مبرز على الشرك أن يأذن لهم في إرسال الحنطة إلى مكة، ويفعل ثمامة ولا يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق واللين مع الأعداء، مع ابن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تكلم في عرضه، والذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي فعل وفعل وفعل، ولما مات جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجاء أبو عمر يقف بينه وبين القبلة، يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد فعل كذا وكذا وكذا، وهو يقول له إليك عني يا ابن الخطاب، تأخر عني، لقد خيرت فاخترت، ولو أعلم أن الله عز وجل تقبل دعائي له فوق 70 إن تستغفر له 70 مرة لفعلت، لو أعلم أن الله عز وجل يتقبل دعائي لهم أو استغفاري لهم فوق 70 لفعلت. النبي صلى الله عليه وسلم يرفق حتى مع أعدائه، مع أعدائه. ونماذج الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وألوانه وصوره لا تعد ولا تحصى ولا تمل، والله الذي لا إله غيره. ولكن نختم برفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الحيوان، حتى نعلم الذين لا يرفقون بعباد الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر بالإحسان إلى كل شيء كان قد وصل رفقه إلى الحيوان، إلى الحيوان. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حائطا لرجل من الأنصار فوجد جبلا، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظرفت عيناه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه يطمئنه يسكنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فخرج صبي من الأنصار فقال يا رسول الله لي، هو لي. فقال اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله عز وجل إياها، إنه قد اشتكى لي أنك تجيعه وتلهبه. الجمل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله في هذه البهيمة، البهيمة التي ملكك الله عز وجل إياها، فإنه قد اشتكى لي أنك تجيعه وتلهبه، يعني تتعبه في العمل، تجيعه وتلهبه، وليس هذا من الإنصاف. يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله في هذه البهيمة. فهل اتقى الله عباد الله في عباد الله؟ هل اتقى الله عز وجل أناس لا يعرفون الدين ولا يعرفون الرفق في حياتهم؟ اللهم إلا التشفي والانتصار والانتقام للنفس. وهكذا أنت ترى في مجتمعات المسلمين، تسير في الشوارع فلا ترى إلا شجارا أو نزاعا أو خصاما أو شتما أو سبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وابن القيم رحمه الله يقول في عبارة لطيفة جميلة، والله الذي لا إله غيره لو تأملها الناس، يقول من رفق بعباد الله رفق الله عز وجل به، ومن رحم عباد الله رحمه الله عز وجل، ومن لان لهم ألان الله عز وجل له، ومن أوصل إليهم الخير أوصل الله عز وجل إليهم الخير، وفي المقابل من شدد على عباد الله شدد الله عز وجل عليه، ومن ضيق عليهم ضيق الله عز وجل عليه. وهكذا كل خصلة يتعامل بها العبد مع عباد الله عز وجل يجزيه الله تبارك وتعالى عليه عليها في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
الواحد لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، كشف الله عز وجل به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد عباد الله، ففي السنن وبعضه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما، أو كما قال لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. والأخلاق يا عباد الله عطايا يضعها الله سبحانه وتعالى حيث شاء، كما يقول الغزالي رحمه الله: الأخلاق عطايا يضعها الله سبحانه وتعالى حيث شاء. فأين نحن من هذا الخلق؟ فلينشئ كل إنسان منا نفسه في هذا الخلق الرفق، ولينظر أرفيق هو أم شديد؟ أرفيق هو أم صعب؟ أرفيق هو أم حزن؟ إن كثيرا من الناس لا يعرف إلا الشدة، ويرى أن هذه الشدة هي الحسب والحزم، وأن الناس لا ينفعهم إلا هذا الحزم وهذه الشدة. سبحان الله. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحزم أولى وخير. لكن لنا مع أو في طريق الرفق سبيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يدعو بدعاء طويل وفيه: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. من كان حريصا على كسب الصفات الحسنة والخصال الحميدة فيسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا رسول الله يسأل ربه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه حسن الخلق وأن يهديه إلى هذه الأخلاق الحسنة. فليشهد كل إنسان منا في طلب الأخلاق ولا سيما الرفق، لأنه ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه كما مر معنا. ثم بعد ذلك على سبيل الرفق وعلى طريق الرفق، فاعلم أن الأخلاق منها وهبي ومنها كسبي، وهذا الذي ذكره أو سأل عنه أشج عبد القيس: أنا أتخلق بهما يا رسول الله أم أن الله سبحانه وتعالى جبلني عليها؟ إذن الأخلاق منها أو فيها وهبي وكسبي، هبة من الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان خلق بها، وكسبي يكتسب بأشياء سنذكرها إن شاء الله. فمن كان فيه خصلة من خصال الخير فليحمد الله، ثم ليجتهد في تنمية وتعزيز وتدعيم هذه الخصلة من خصال الخير في نفسه. كيف يكون هذا؟ كيف يدعم وينمي هذه الخصلة إذا لم يكن فيه الرفق؟ إن كثيرا من الناس يقول: أنا هكذا، ولماذا يستفزني؟ وهو لا يعلم أن طبعي هكذا، إذا استغضبت غضبت وبطشت وفعلت كذا وكذا. والله كثير من الناس يقول هذا، ولا يملك نفسه عند الغضب، ولا يتمثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقطع جناح نفسه. وهذا ليس فيه خير، وإنما الخير أن يكظم الإنسان غيظه وأن يتمثل بالأخلاق الحميدة ويذكر نفسه بهذا دائما. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى.
هذا هو طريق الكسب للصفات وانخصال الحميدة. إذا كان منها وهمي ومنها كسبي فإنها إذا لم تكن وهمية فاسأل الله عز وجل أن يعلمك إياك. وإذا كان منك وإذا كان فيك منها بعضا فأحمد الله سبحانه وتعالى واطلب المزيد. كيف تطلب المزيد؟ تمثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لا يزال الرجل يتحلم ويطلب الحلم ويخاطب نفسه بالحلم حتى يصير حليما. لا يزال الرجل يترفق ويطلب الرفق مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، في العمل، في السوق، في الشارع، في المواصلات، هنا وهناك، في كل موطن لا يزال يطلب الرفق حتى يصير رفيقا، وإلا لن يصل إلى الكمال في هذا الخلق، ولن يستطيع أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسير على هذا الضرب. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولا يزال الرجل في الحديث الآخر يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا لا يزال الإنسان يتمثل الأخلاق الحميدة ويتشبث بها ويعلم نفسه هذه الأخلاق ويمثلها كما يكون في نفسه حتى تصبح واقعا في حياته. ثم نختم بمقولة الفضيل لأصحابه وهو جالس معهم يقول لهم: أتدرون من رفق؟ أتدرون من رفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: الرفق أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه، أن تضع في كل موضع ما يناسبه. قال العلماء: وإذا أشكل عليك فانحاز إلى جانب الرفق، لأن الرفق هو الأصل. إذا أشكل عليك في أمر من الأمور، الحزم أم الرفق، الشدة أم الرفق، فكن في جانب الرفق، فإن الرفق هو الأصل. والشدة لا تستعمل إلا في أضيق الأمور، الشدة والحزم واللين صحيح، ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ربما الإنسان يحتاج في التأديب إلى ضرب أو إلى تعنيف، أو لكن هذا كالملح في الطعام، ليس هذا يكون دأب الإنسان دائما أن يستعمل الشدة والعنف ونحو ذلك. الأصل هو اللين، الأصل هو الرفق، أن تضع الشيء في موضعه. ومن الحكمة أن تعلم أن وضع اللين في موضع الشدة خطأ، ووضع الشدة في موضع اللين خطأ، كلا الأمرين خطأ، لأن هذا ليس من الحكمة سبحان الله، وإنما الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وفي هذا يستشهد أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يخالف بعض الناس، ربما لا يطيعهم في بعض الأمور، وهذا ربما ظاهره يكون خلاف الرفق، لكن هذا لما فيه من المصلحة. إذا الإنسان ربما يغلب المصلحة ويحيد شيئا يسيرا عن الرفق في بعض الأمور كما قلنا، وهذا هو الميزان والضبط للمصلحة التي يراها وللحكمة التي أمر الله عز وجل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرفق في أمورنا كلها، وأن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلبه وخلقه وهديه وأدبه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله شفيعنا يوم نلقاه، وأن ينشرنا في زمرته وتحت أبواله. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن تجعله ملتبسا علينا فأمضي، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب أمنا في أوطاننا، رب أمنا في أوطاننا، اللهم انشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وانصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم اظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اعل رايه الاسلام وانصر المسلمين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبذرين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.